السلام عليكم، مرحبا بكم عند ام صهيب القناه ديالكم. حتى نتوما لا فيديو تاع اليوم شاد لقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جيتكم بواحد الموضوع مهم جدا، مهم موضوع مهم جدا بزاف. وتانيك راح تشوفوا معايا شي تاع يعني شي تاع الاشغال راح نديرها في الدار، يعني نتواياج وقعيتك ماشي نتواياج نتواياج، يعني الشغل تاع كل يوم هذا ما كان في الحق. درك انا ما على شي، يعني انا حنمسح غير الطابله تاع القهوه وقعيتك راكو تعرفوا. المهم اليوم بزاف الناس بزاف اللي عاد يسقسوني، بعثوا لي لي ميساج في الانستغرام في الفيسبوك يعني في التليفون. المهم بزاف الناس عاد يسقسوني ويقولوا لي يعني واش من الحاجات الملاح في بريطانيا، واش من الحاجات اللي الناس يعني المواطنين استفادوا منها. قبل ما نبداو لا فيديو ما نساوش الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى عليه الف صلاه وسلام. كما قلت لكم لا فيديو تاع اليوم مهم بزاف بزاف بزاف، وبزاف الناس اللي يحبوا يجوا يسكنوا في بريطانيا ولا حاجه يعني يحبوا يعرفوا يعني الاستفاده اللي استفادوا منها المواطنين، يعني المواطنين اللي من بريطانيا والمواطنين يعني اللي ماشي من بريطانيا. ماشي على بالكم، سمحوا لي بنتي هبلتني. على كل حال هاني نخدم في الشغل ونهضر معاكم ومع بنتي تانيك هاك، وتعرفوا مع الدراري ومع التربيه. ان شاء الله ربي يحفظنا ولادنا ان شاء الله، وربي سبحانه ان شاء الله كامل الناس ان شاء الله بحول الله تعالى ان شاء الله ربي يرزقهم ان شاء الله. نياهي مقلوبة قلاب راكو تعرفوا والله بس نخدم كيف كيف. المهم كما قلت لكم يعني انا راح نحكي لكم اليوم عن الناس اللي بالورق ديالهم، معنيش نحكي لكم على الناس اللي مازال ما داوش كوارت ديالهم ولا مره اخرى. ان شاء الله نطرقوا لهذاك الموضوع مهم بزاف بزاف هكذا باش الناس كامل ان شاء الله يستفادوا. المهم انايا واش حبيت نقول لكم، حبيت نقول لكم يعني هنا الاستفادات في بريطانيا بزاف، يعني واش نقول لكم يعني بزاف، يعني القانون ديالهم انساني، يعني الانساني 100%. بالنسبه للناس يعني ذوي الاحتياجات، ذوي الاحتياجات الخاصه يعني عندهم طريق خاصه بهم، عندهم استفادات خاصين بهم، ياخذوا واحد المبلغ مالي يعني مليح يقدروا يعيشوا به، يقدروا يخلصوا، يعطوهم يعني تعطيهم الدوله الدار والكريا يعني تكون رخيصه ماشي غاليه، وتعاونهم باش يخلصوها. كما المستشفيات يعني كامل الناس ما يخلصوش، يعني العلاج باطل. الاطفال حتى 16 سنه نظن، حتى 16 سنه يعني كيداويو، تروحوا تجيبوا لهم الدواء. الناس اللي يسكنوا هنا في بريطانيا على بالهم بلوردونونس تجيبوه باطل، ما نحكيوش على الدواء تاع الحمى ولا اللي يجيبوه بلا لوردونونس، يعني بلوردونونس تجيبوه باطل. المهم تكوني خدامه انت يا الاخت الكريمه والزوج ديالك، الدواء تاعك يعني تستفادي الدواء تاع الدراري يعني باطل. بالنسبه للحوامل حتى هما يقعدوا يجيبوا نهار تكوني حامل يعطوك واحد لاكارت تاع الماتيرنيتي تجيبي بها الدواء باطل. اي دواء تخرجه لك طبيبه ولا تجيبيه باطل حتى يولي البيبي تاعك في عمرو عام، نهار تكوني حامله حتى يولي البيبي تاعك في عمرو عام بحول الله تعالى. طريق خاصه خادمين تانيك، طريق خاصه بالنسبه للناس، اسمحوا لي مع بنتي، خادمين تاني طريق خاصه بالنسبه للناس ذوي الاحتياجات الخاصه باش يسهلوا عليهم التحركات ديالهم وقاعيتك. بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه عندهم الحق في العمل، يعني يقدروا يخدموا. سمحوا لي هنا واخيلا مظلامه شويه. كما قلت لكم يعني بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه حتى هما يقدروا يخدموا كيما المواطنين العاديين، الا حبوا هما يخدموا، الا ما يخدموش يعني يقدروا يستفادوا من الاعانه. ما حبوش يخدموا ولا ما قدروش يقدروا يستفادوا من الاعانه عادي، ومام يخدموا نورمالمون ياخذوا الاعانه ديالهم نورمالمون هكذايا. نورمالمون مام يكونوا يخدموا ياخذوا الاعانه تاعهم، يعني ذوي الاحتياجات، نحكي على ذوي الاحتياجات الخاصه. الا كان الزوج والزوجه يعني الا كانوا ما يخدموش ولا حاجه يقدروا حتى هما يستفادوا يعني محدى الاعانه، تعاونهم الدوله. ثانيك هنايا الدراري كاين يعني كاين تعليم مجاني، استفادوا من التعليم يعني المجاني. واش نزيد نقول لكم، يعني كاين بزاف اشياء، بزاف اشياء مليحه. وبالنسبه للناس يعني للناس اللي تخدم هنايا، بالنسبه للناس الخدامه يعني عندهم راتب شهري
راح يكفيهم يعني يعيشوا بحياة متوسطة. ما نقول لكمش يعني المهم حياة متوسطة، المهم هما هنايا لاباس تاعهم ديما يحاولوا المواطن كيفاش يقدر يعيش حياة متوسطة، المهم يكونوا متوفرين شروط الحياة الأساسية. وتاني كاين واحد الميزة مليحة بزاف بزاف لي وشنو هي؟ هي كي الإنسان كيحب يخدم ولا يحوس على خدمة، كاين بزاف يعني لي سيت يدخل يحوس على خدمة غير من الدار وما تحقوا لا معرفة لا والو. انا يعني شت يعني في البلدان العربية صعيب بزاف باش تلقاو خدمة، وكنحكي على البلدان العربية بس ونحكي على الجزائر يعني وشت واحد الحاجة انا صرات لي هنايا وحسيت بها بزاف بزاف. يعني كما قلت لكم انا بروحي صرات لي بنتي يعني زادت قبل الوقت الحمد لله تلقات كاع الرعاية اللي لازم تتلقاها يعني ومجانيا والحمد لله. يعني البارح شفت واحد لا فيديو وحده مسكينه كيف كيف ما عندها لا ما قدرتش يعطوها الحليب، يعطوها الحليب تروح تجيب من لا فورماسي يعني هذوما اللي يذوق بالوقت لازم لهم حليب يجروه يعني من الصيدليه والحليب يكون غالي بزاف. هنايا ثانيك لا هنايا يعطوك لوردونونس وتجيبي الحليب باطل والادويه ثانيك تاع الاطفال باطل حتى يوصلوا 16 سنه. يعطوا يعني مساعدات شهريه للاطفال، يعني مانيش نقول لكم مساعدات كبيره ولكن قسم يعيش الانسان يعني معيشه متوسطه. هذا مكان هذا مكان يعني تكون معيشه يعني متوسطه، هذا مكان يعني ما يوصلش هذيك الدرجه ما يقدروش الاطفال يتوصلوا يعني بالدواء ولا يتوصلوا يعني بالحليب ولا حاجه، لا هكذاك كان يعني مساعدات كما قلت لكم الحليب تاع الاطفال الرضع اللي تاع الصيدليه اللي يعطيه لك الطبيب يعني تجيبيه باطل. البنات اللي ساكنين هنا في بريطانيا راهم على بالهم الادويه للاطفال كيف كيف حتى يوصلوا 16 سنه باطل. سبقت قلت لكم ثاني لا كارت يعني يعطوك واحد الكارطه تاع الماتيرنيتي تجيبي بها الدواء باطل حتى يوصل البيبي في عمره عام. يعني كاين هكذا مساعدات، كاين واحد الجمعيات ثاني كل حي فيها ماشي حي كل فيلاج فيها جمعيه، البنات اللي يسكنون في بريطانيا على بالهم يقدروا يرجعوا لي جمعيات يعني تقدري تروحي ليهم. بالنسبه اللي ما تقدرش ماشي اللي ما تقدرش بكل صراحه دركا ولا كلش غالي يعني الناس ما راهمش يلحقوا باش يشرو كلش، يعني يروحوا ليهم يعطوهم واحد لي كارت اذا كانوا بيان سور يستحقوهم لا معرفه لا حتى حاجه يعطوهم هكذا يعطوكم واحد لي كارت يعني تقدروا تجيبي بهم الخضر والفواكه والحليب. الحليب يعني تاع البيدو مانيش نحكي لكم على الحليب تاع الوسمو، بيان سور الحليب تاع الاطفال اللي يكونوا يعني نورمال هذاك الحليب يعني يشروه نورمال. انا بنتي كنت نشريه لها ساره بنتي كنت نشريه لها نورمال، ولكن الاطفال كما قلت لكم يعطوهم يعني واحد المبلغ بسيط جدا شهريا على حسب كيفاش يعني قسمت لهم الحليب هكذا فواكه وكامل. المهم كاين واحد المساعدات خفيفه بالنسبه للناس اللي يكونوا خدامين، حتى المراه يعني اللي تكون ماتيرنيتي بتعاود تولي الماتيرنيتي هنايا فيها عام 9 شهور تخلصي فيهم اخت الكريمه 3 شهور ما تخلصيش فيهم بيان سور تقدري تدي 9 شهور وتولي تخدمي. هذا مكان. وشنو تانيك بالنسبه كي تولي تخدمي تقدري تفهمي معاهم في الخدمه ويديروا لك شيفت خاص بك اللي هو تاع يعني تاع الحوامل، تقدري تخدمي يومين في السمانه ولا 3 ايام ولا شحال قدرتي. بالنسبه تانيك للناس اللي يقراو ولا المتمدرسين اللي في عمرهم 18 سنه ما فوق يقدروا يخدموا ثاني يعيطوا لها بار تايم يعني يخدموا ماشي الوقت كامل. هذا مكان ويخلصوا على حساب السوايع اللي يخدموهم، يعني كاين تسهيلات باش بنادم يعيش حياه متوسطه ماشي يوصل لهذيك الدرجه ما يلقاش واش ياكل ولا حاجه ولا الحمد لله. بالنسبه ثاني للعلاج في المستشفى راديوات ولا يعني اي حاجه يعني مجانيا ما تخلصوا والو. هما صح يعني الناس الانسان كيكون خدام شهريا راح ينحو لكم واحد المبلغ شهريا 20% نورمالمون ينحو لكم شهريا ماشي خساره، هذوك الاموال يروحوا يعني للطرقات تلقاو الطرقات مخدومين الا قعدتوا في الدار شوماج يعني تخلصوا الشوماج تاعكم ماشي مبلغ كبير من الحمد لله يعني قسمة ديباني يعني الحمد لله يعني قانون مليح يعني قانون ما شاء الله. اللي الا عجبكم القانون يعني قولوا لي خليوها لي في لي كومونتير. انا هنا كما راكم تشوفوا فيا راني نطيب في واحد المرقه تاعني نطيب في واحد لاصوص تاع الشامبينيون الشامبينيون باللحم وانا حم على الاخر ندير الرز. هذا مكان العشاء تاعنا ان شاء الله يا ربي. حبيت نشارك معكم الحليب هذا ماشي باش تشوه ولا حاجه بس كذا الحليب تاع الصيدليه اللي يعطاه لي الطبيب لبنتي ويعني عاد نجيبه مجانا هاكو تشوفوا مزال مسحت الرز وعاد يعطيه لي يعني عاد يعطيه لي الطبيب
مجانا، ماشي طبيب، نجيبهم صيدليه مجانا. علاش؟ على خاطر الحليب تاع الدراري اللي يزيدوا قبل الوقت، يعني حليب سبيسيال. وهذو ما كانوا يعني بعض الحاجات الملاح يعني هنايا في بريطانيا، بعض يعني الحاجات اللي استفاد منهم المواطن. هذا ما كان، راح ندير لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر مشابه، ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو. اللي عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساونيش بلي كومونتير تاعكم الشابين. اللي حبي يدخل عندي مرحبا به، مرحبا بكم كامل. هذا ما كان، ورانا اسره واحده ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله الاسره تاعنا تزيد تكبر وتكبر. هذه هي، وان شاء الله ديما نحاول نجيب لكم اشياء مفيده، وديما ان شاء الله المحتوى تاعي يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وديما ان شاء الله على حسن في حسن الظن ديالكم. القاكم في فيديو اخر، ودمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.